يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال لغير الأنبياء فلان صلى الله عليه وسلم؟ لأن المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صلي علي وعلى زوجي. يجوز أن تصلي على بعض المؤمنين، لكن لا يتخذ هذا شعارا كما عند الرافضة أنهم يخصون عليا عليه السلام يقولون، أو عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا شعار لأهل البدع فلا يجوز، أما أن يقوله الإنسان في بعض الأحيان من غير اتخاذه شعارا فلا بأس. نعم.